قمنا بزيارة جميع مواقف ومحطات النقل عبر الولاية ورفع جميع النقائص وتقديم مقترحات وتوصيات والتماسات وزارية من أجل رفع الغبن على المواطن، كما قمنا بتخصيص أو رفع التماس للسيد وزير النقل بخصوص الطريق الوطني رقم 1 والوضعية الكارثية للطريق خاصة بالشطر الرابط بين عين صالح وولاية المنيعة وكذلك عين صالح وولاية طمراس، كما تطرقنا إلى الطريق الوطني رقم 52 الرابط بين عين صالح وأولف، كما تطرقنا إلى عديد المشاريع اللي ذات الأهمية واللي عندها علاقة يعني مباشرة بالمواطن.